كلمة بقى أو سؤال أو استفسار مني لتامر حسني. أنا عايز أعرف حاجة دلوقتي أنت في ألبوم كامل بتاع عشقانجي مفيش غير أغنية ما بجيش بالطريقة دي ألحان تامر علي. وتامر علي يا جماعة ملحن، مش هقول لكم جامد أو مش عارف إيه، بصوا دي ده جزء من ألحان تامر علي مع تامر حسني. عرفت اللي فيه فجأة افترقنا وفرقنا سرقنا ما كنتش مبين، ريح بالك ونسلم. يعني اظن انتوا فهمتوا انا قصدي ايه يا جماعة. ملحن جامد جدا، ملحن الكيميا بتاعته راكبة مع تامر، الحانه ماتشنج جدا مع صوت تامر واحساسه، عامل اغاني هيتس لتامر. وعلى فكرة الحماقي برضو، ولكن النهاردة الفيديو بتاعنا على تامر، فبالتالي يعني بنحكي في اغاني قويه جدا. فايه الفكره ان هو ما يشتغلش غير اغنيه واحده في البوم عشقانجي؟ في وانت بعيد وفي انت اختيار، وممكن يكون في اغاني تانية، ولكن استغربت بصراحه بملحن تقيل زي ده. وخدوا بالكم من حاجه، مش عشان احنا اصحاب يعني لو على الموضوع ان احنا اصحاب يبقى بقى هطلع مع كل الناس اللي انا علاقتي بيها كويسه هطلع بقى اتكلم عليهم وليه ما بيشتغلش ده مع. انا مش فاتحها بقى فيديوهات للنداءات وطلبات، لا هو بس استفسار صغير تحديدا مع ملحن زي تامر علي مع تامر حسني، ليه الشغل قليل؟ وانا قصدي على الالبوم الاخير، لانه الالبوم اللي فات زي ما انتوا وريتكم الاغاني اللي من الحان تامر علي قبل كده نسيني ليه وكده، لكن انا بتكلم انه تامر علي من الناس اللي عملت اشكال موسيقيه وجمل لحنيه مختلفه مع تامر حسني، مش موضوع ان هو ملحن ذات التيمة الواحدة. تامر ملحن متنوع جدا، ونفسي يشتغل اكتر مع تامر حسني لان الاتنين كميتهم راكبة قوي مع بعض. بس قولوا لي انتوا ايه رأيكم، اعمال تامر حسني مع ملحن تقيل زي تامر علي تتمنوا ان الاعمال دي تكتر عن كده ولا لا؟ ده اللي كان عندي النهاردة، اشوفكم في فيديو جديد، سلام.